قبل ما نبدأ فقراتنا خلونا نروح نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونعرف منها آخر أخبار الطقس، يعني لكل اللي بيتهيأوا اللي هم ينزلوا لازم نعرف ونطمئن على الطقس. صباح الخير، صباح الخير يا هالة. صباح الخير فسان، صباح الخير يا أحمد، وكل سنة وانتم طيبين واحنا طيبين بمناسبة رمضان. خلينا نسألك سؤال الحلقة، ذكرياتك ايه مع زينة رمضان والفانوس والحاجات الحلوة دي؟ بصي انا كنت في بيت عيله، فكان جدتي ومامتي بيعملوا الاستعدادات بالاكل، بتجهيز الاكل اهم حاجه لانه بيت عيله، وبالزينه ده كان شيء اساسي. فيعني انا بعد وفاتهم بقيت برضو بعمل الزينه وبحط الزينه من قبل رمضان بحوالي اسبوعين بنعلق الزينه. حلو. وكان من ضمن التراديشنز بتاعتنا برضو ان احنا لازم كل سنه نجيب حاجه جديده لرمضان، يعني حاجه مختلفه كل سنه. فلقيت ان الدنيا عندي يعني عماله اجيب كل سنه على مدار السنين، فبدات اعلق زينه بقى بره البيت في العماره تحت في الشارع. يعني المهم تحافظي على العاده دي وربنا يرحمهم طبعا. ده يفضل موجود. يا رب كل سنه وانت طيبه وانتم طيبين.